إنها السلمين الرائعة. طاير بالحلم هم بعيد فوق الغابة بنشوف العالم الأرض حتبينها صغيرو مسافة بعيد إلى سلمينا الفضاء يدينا تطير نتحدى حدود الزمان والمكان صار طاير أبقى كن جنطير نخلي الحياة في قمر منير نهرب من هنا من الفرح الكبير جزيرة السلمينا ممكن تكون هي أرخص جزيرة ممكن تزورها، مش من ناحية مصاريف هناك بنعرفش، بس من ناحية إنه التيكت كلفت 1 يورو 20 سنت، تخيل حالك راكب باص يعني، فإنه في أثينا التيكت بدأ 1 يورو 20 سنت، أنت رايح على الجزيرة ب1 يورو 20 سنت، تخيل اليونان كيف بتشتغل. نعيش الحياة وكأنها صغيرة Drive first day سافر بعيد بوقت قصير جناح الفضاء ينادينا نطير نتحدى حدود الزمان والمكان Drive first day نسافر بعيد بالوقت القصير جناح الفضاء ينادينا نطير نتحدى حدود الزمان الصوت طاير أبقى جنطير من الحياة في قمر منير نهرب من هنا نفرح بتدعي الأنوار حدا لسا بالرياح بلحظة رضا نعيش الحياة وكأنها لغز السما بتدعي الأنوار هادا لسا بالرياح بلحظة رضا نعيش الحياة وكأنها لغز نروح نوكل كفينا سباحة اليوم خلينا نروح على السمك المشوي رحنا ماشيين سلمينا لقينا شجرة فيها خروب شجرة خروب خروب اللي تقريبا اللهم صل على محمد يعني أكثر من يمكن 11 سنة 12 سنة ما كانش خروب فحبيت أجربه خروب طاير أبقى كن جنطير نغني الحياة في قمر منير نهرب من هنا للفرح الكبير كانتي مفتوحة للعالم برا بالدنيا نحلم بما يخطر على البال نوصل لأماكن ما في حدود هاي ليش تعمل بر؟ طلع النبتي ما أكبرها سبحان الله طبعا يا جماعة بعد ما خلصنا سباحة في البحر وحبينا هيك ان نروح على المدينة بطريق العودي ضيعنا الباص او حتى ما لقيناهوش ولفتي جميلة جدا منهم يعني هم كانوا جدا لطفاء وقفوا السيارة كانت عندهم فيها اغراض في السيارة من ورا نظفوها وطلعونا ووصلونا للمطعم اللي احنا كنا حابين نروح نوكل فيه صنفاتي كاتب ثلاث سنون اه ثلاث سنون وكاكا Thank you.
يابس جدا جميلة هاللفتة منهم وانبسطنا كثير معهم. طبعا السيدة سألتنا انتم من وين، قلنا لها من تونس ومن فلسطين، فهي بتقول آه تونس بحبها كثير، زرتها في شهر العسل، رحت على بوسيدي بوسعيد أو مش عارف اسم المدينة صراحة. كل الشكر لهم، فعلا كانت لفتة جميلة جدا. خلي بحملها. مساء الخير للجميع، بعد السباحة والفرهدة اللي فرهدناها بالتونسي انبسطنا، عملنا جو في جزيرة السلامينة. يجينا اليوم لنجرب أكلي هيك، نوك شوية سمك، لانه مشوار على جزيره من غير سمك بينفعش. خلينا نجرب نحكي لكم راينا بعد شويه. محليه الجو، محليه اثينا، محليه شميسه، ومحليه قعايده، ومحليه من الناس اللي في القعايده. وصينا على شويه سمك، وصينا على خورياتك سلطة مثل ما يسموها اللي هي سلطة يونانية، وصلنا على شريم ساجاناكي، وصلنا عليك سمكة كبيرة 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 كبيرة، حوت حوت. وصل الخير، بلشنا هيك شوي شوي. ولا شو هذا؟ يا رب يطلع مش إلنا. شوف 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 شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ثيوريا هذا اللي وصلنا عليه طبعا، اللي هو ساجاناكي بسموه شريم ساجاناكي. في جبنا حاجه ثانيه كانها مش إلنا، الله اعلم، لان نزلنا كمان سيزر سلطه ما كانتش إلنا، فهو بينزل واحنا بنوكل، واحنا وصلنا على شيء وبيجيب لنا شيء ثاني، والطايح رايح شو بيجيب بنوكل. يا جماعة الخير، والله ما هو كلام بس للتصوير، ولكن أقسم بالله أكل مش طبيعي. حلم 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 يعني. أنا شبعت لسه السمك ما وصلتش. هاي السلطة اليونانية، عندك الشريم السجناكي. طلع طلع طلع. طبعا بكل برستيج، وايدك اليمين وايدك الشمال بكسر راسه. انا بحب اكل بايدي اليمين بلا برستيج بلا هم. ليش بعد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين. ناسي كلام. يا سلام. طبعا اول شيء بنعمله اللي هو على فكره كان ماكل اللؤلؤ السمك طلعتنا. تعال نذوق السمكة. السمكة
عيش الحياة وكأنها غوص. Fly first day السماء بتدعي المرحبا لسه بالريح بلحظة يبلبا نعيش الحياة وكأنها صغير. Fly first day الحوتة تحبها تخضر لك الحوتة حاكلها من غير عظم من غير لحم من غير خبز بالفلاح بيديها وكلام بنشوف العالم الارض تحت بينها صغير سبحان الله ترى السمكة التم كل السمك اللي في البحر عليها طلع طلع فرجيهم كيف فرجيهم كن جنطير نغني الحياة في قمر منيح نهرب من هنا للفرح الكبير كانتي مفتوحة للعالم برا بالدنيا نحلم بما يخطر على البال نوصل لما كنا في حدود السبب بتدعي لمرحبا قاعدين مستانسين بالحيوانات والله قاعدة الحيوانات أحسن من قاعدة البشر يا جماعة الخير شوف شوف سبحان الله لسه السمك قاعد بيجي من البحر على الأكل اللي رميناه هون السمك باني ثقة السمك هون باني ثقة بينه وبين الناس ليش؟ لأنه بترميله ما حدش بيحاول يلمه ما حدش بيحاول يصيده ما حدش بيحاول يمسكه فسبحان الله يعني العصفور شفت كيف اجى على الطاولة عندك كمان الحمام بيجيك عندك على يديك على قدامك بياكل منك فحتى الإنسان مع الحيوان ممكن يبني ثقة ولكن الإنسان مع الإنسان صعب يبني ثقة طلع القوارب طلع المنظر الجميل طلع كيف إنه الواحد عن جد يا جماعة الخير أماني إنه الصيف هون في اليونان دنيا أخرى وعالم آخر لا إله إلا الله سبحان الخالق على المناظر الجميلة هذه القوارب الصيادين هون طبعا السمك هنا في جزيرة سلامينا تحس فيه إنه وفرة في السمك إحنا كنا نوكل شفتوا ممكن صورة من الصور اللي عرضنا لكم إياها قبل شوية كان السمك جدا يعني شو بدي أقول لكم كلمات بتعجز عن التعبير فعلا الحكي مش زي الشوف الله يعطينا ويعطيكم العافية ومساء الخير للجميع من جزيرة السلامينا الرائعة يا جماعة الخير جزيرة سلامينا جزيرة بحسها مظلومة أنا في اليونان لأن هي بعيدة عن أثينا تقريبا 15 دقيقة في يورو 20 سنت بتكون وصلتها 2 يورو ثانيين مشان تأخذ الباص توصل هون على الشاطئ الأكل فيها بجنن البحر فيها رائع جدا يعني أنت مفتح عيونك تحت المية بتشوف شو في تحت تشوف الحجار بتشوف الأرضية تبعت البحر ومع هذا كله هالمدينة أو الجزيرة أول ما توصل في القارب بتشوف إن الحكومة قديش إنها مقصرة فيها قديش إنه المنظر الجمالي للجزيرة جداً معدوم جداً مش موجود ولكن لما تأخذ الباص وتمشي فيها دقيقتين لقدام بتلاقي إنها من أجمل الجزر ومن أجمل المدن اليونانية اللي أنت ممكن تزورها فعلاً حبيتها يعني جميلة جداً تشبه إيجنا ولكن بطريقة مختلفة بتحسها هي الجزيرة المدينة بنفس الوقت يعني انت بتحس حالك انك انت مش في جزيرة بتحس حالك في المدينة بتحس حالك انك عن جد في مكان اخر في عالم اخر مش في اليونان بتحس حالك يعني انه الوضع مختلف والمنظر مختلف والشكل مختلف فبتحس انه يعني المدينة هيك طريقة مختلفة يعني مش ستايل الجزيرة اليونانية المعروف الحكي مش زي الشوف ودرايف فلاي ستي شكرا لكم على متابعتكم اشتراك في القناة تفعيل الجرس سبسكرايب وتفعيل جرس مثل ما حكينا اكيد مهم كثير لانه بتساعدوني عشان هالقناه توصل بيكم بنكبر ومعكم بكبر
الحكي مش زي الشوف. درايف فلاي ستي ويسعد مساكم. سافر بعيد بوقت القصير جناح الفضاء نادينا نطير نتحدى حدود الزمان والمكان. درايف فلاي ستي إنها سلمينا الجميلة. بوقت القصير جناح الفضاء نادينا نطير نتحدى حدود الزمان والمكان. الصوت طاير أبقى كنجنطير من الحياة في قمر منير نهرب من غرام الفرح الكبير. السفينة أو الباخرة الفيري مثل ما سموها لساتها فاضية. طلع الجمال طلع النظافة الفضاء والهدوء، هدوء مش طبيعي. يا رب خلينا نلاقي لنا مكان هيك مرتب نقعد فيه ننبسط ونتفرهد على قول الإخوان التونسيين. السخانة أي شيء هابل. كانت الرحلة رحلة إنها السلمينة الرائعة. السوق سريع طاير بالحلم هم بعيد فوق الغيمة بنشوف العالم الأرض تحت مبينها صغير نسافر بعيد الوقت القصير جناح الفضاء.